في أخطاء كتير بنرتكبها أثناء قيادة السيارة، ولكن الأخطاء دي ممكن تؤدي لكوارث مع مرور الوقت. ومنها أولاً تجاهل التسريبات في السيارة من أخطر ما يكون، لأنه في حال إهمال وجود تسريبات من مبرد السيارة الرادياتور أو من زيت المحرك ممكن يسبب مشاكل كبيرة للموتور، وهو ما قد يسبب مشاكل خطيرة للسيارة في حال إهمالها، لأن التسريبات ممكن تكون من نظام التوجيه الكهربائي أو الناقل أو الفرامل، وهو ما قد يسبب مشاكل خطيرة للسيارة في حال إهمالها. ثانياً تأجيل صيانة الأعطال. كتير مننا بيكسل أو بيتجاهل أو حتى بيأجل يصلح الأجزاء التالفة في سيارتهم، وده ممكن يسبب تفاقم هذا العطل لدرجة تسببه في إصابة عدة أجزاء أخرى بالتلف أو توقف السيارة بالكامل. ثالثاً تجاهل فحص ضغط الإطارات. تعتبر الإطارات من أبرز عوامل الأمان في السيارة، علشان كده يجب فحصها وضبط ضغط الهواء بها بصفة دورية كي لا تسبب زيادة مسافة الفرامل أو تعرض الإطارات لخطر الانفجار أثناء السير، وهو ما قد يسبب حوادث السير.